ما أنا هذا اللي مستغربته. أنتوا جيل جديد لازم تكونوا بفكر جديد، بمفهوم للحياة جديد. لسه حاطين ببالكم قصة العار والعيب، لكن شو استفدنا من دراستكم وثقافتكم؟ شو بدنا نستفيد يعني؟ حكيت لك قصتي مع فادي. ما خطر عبالك تسألني نحن ليش تركنا بعض ما استمرينا؟ لا، وسميتي اسم ابنك الكبير على اسمه. سيزار؟ ألو؟ أهلين ياسمين، خير شوفي؟ ما بعرف، أنا عم أتصل لأسألك شوفي. أمي مدري شبها، فاصلة، مسطلة، ما بعرف شبها. طيب هلأ بتروق وبتحكي معك. في شي صاير؟ أكيد 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 في شي. طيب اسمعيني ياسمين، أنا اليوم رحت أنا وأمك لعند الدكتور وطلب منها تحاليل وصور إضافية. ليش شاكك بشي؟ بدي إياكي تروقي وتكوني إيجابية معك. طب بس فهميني شوفي. ما بعرف شو بدي قلك، يعني لازم نستنى على القليل الصور والتحاليل ليشوفهم الدكتور وبعدين منتطمن. طيب فيني إلا أنك خبرتيني؟ لا، الأفضل هي اللي تخبرك. اسمعي اسمعي، عم بيرن تليفونها. سمعتي؟ وهي ما عم بترد ولا كأنها هون. معلش، هي مصدومة شوي لأنه الدكتور خوفها بحكيه. ليش شو قالها؟ إنه هو شاف شي؟ شاف في كتلة على الرحم، يعني هو متأكد إنها هي سليمة، بس بده لحتى يتطمن بده شوية تحاليل. شو؟ قولي قولي علي، قولي على قلبي. طيب شو نحن شو فينا نعمل؟ ياسمين، شو ما صار وشو ما كان بدك تكوني قوية وتوقفي حدها، وأنا واقفة معكم لا تخافي. عم بدق الباب طنط، ما بالعادة يدق. شوفي. طيب روحي روحي شوفي مين وعطيها شي حبة لحتى تقدر تنام وتهدي أعصابها. يلا الله معك، على السلامة. باي.